والمخرج مباشرة بعد حديثي يذهب مباشرة إلى نظرات السيد مورينيو. هذا اجتهاد المعلق. هذه كرة خطيرة، فرصة جول، جول، ها نعم نعم، جول لأوساسونا. أوساسونا كاموناس 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 أشعل المدرجات وتقدم أوساسونا، وليس ريال مدريد، يتقدم أوساسونا بهدف نظيف ويتقدم بالتالي، والمفاجأة المدوية تحدث الآن، تحدث الآن. هذه الكرة هكذا بدأت وهكذا استمرت وهكذا انتهت، انتهت في الشباك المدريدية من الفريق الباسكي. اليوم يوم سقوط حقيقة كبيري العاصمة مدريد أمام فريقين من إقليم الباسك. أولا سقط أتلتيكو مدريد في ملعبه، ويسقط الريال الآن.